بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا الصباح الباكر الجميل مع أول أشواطنا وشوطنا الرئيسي الأول والخاص بفئة الإجذاع والثنايا مكس من مسافة 8 كيلومترات لنبدأ ونسير بحضراتكم مع مقدمات الشوط، مع أول الباحثين في يوم السبت الموافق 4/7 لعام 1443 من الهجرة النبوية الشريفة، لننطلق ونسير بحضراتكم مع أول الأسماء. وقبل كل شيء نتقدم بالشكر الجزيل وبالشكر الكثير للسيد علي بن هليل العمراني الذي دعم رياضة الهجن العربية الأصيلة، الذي دعم رياضة الآباء والأجداد. شكرا يا أبو سلطان على ما قدمت يداك لرياضة الهجن العربية الأصيلة على حفل زفاف ابنه السيد منصور بن علي بن هليل العمراني. إذن متابعينا مشاهدين الكرام، نذكر بأن جائزة هذا الشوط عبارة عن بندقية بالإضافة إلى الرموز حتى المركز الخامس. نسير بحضراتكم مع معركة الكبار، مع سن الزمول والثنايا. والثمانية كيلومترات هي حكاية ورواية هذا الشوط. لننطلق بحضراتكم مع أول الأسماء، هنالك جبار سلطان بن عطلة العميري. من يقدم لنا جبار مع مقدمة الشوط؟ بينما ثاني الأسماء وصل في هذه اللحظات، القادم في هذه الأثناء وصل موفق، مشعل بن لاف الدبر. من يقدم لنا موفق على ثاني الأسماء؟ بينما ثالث المتقدمين، بينما ثالث الحاضرين وثالث المتواجدين في هذه اللحظات، يا مخرجنا العزيز سند بن عبد الله المسعودي هو من سيرصد لنا هذه الأحداث الكبيرة وهذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. الثالث الأسماء وصل هنالك صايب خالد بن فرج السويحلي. ومن سيصيب هذا الرمز الكبير يا أبو ياسر على هذا الشوط وعلى هذه الانطلاقات الكبيرة؟ من قدم لنا صايب خالد بن فرج السويحلي؟ بينما رابع الأسماء وصل في هذه اللحظات سلهوم سلطان بن عطلة العميري. من يقدم لنا سلهوم على ثالث الأسماء؟ على رابع الأسماء. وخامسا هنالك وصل مشكور عطلة بن ضيف الله الزمهري على خامس الأسماء. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى أول الأسماء، إلى جبار. بعدما أتممنا النداء الأول على حضراتكم وعلى مسامعكم للخمس المتقدمين، للخمس العمالقة، للخمس النجوم، للخمس الحاضرين والمتواجدين والمنطلقين معنا في هذا الشوط، ها هي الأسماء التي قد حضرت، ها هي الشعارات التي قد تواجدت معنا في هذا الشوط لتقدم لنا كل ما لديها من أجل ذلك الرمز الكبير. يا أبو عطلة، من يقدم لنا جبار على مقدمات الشوط؟ جبار وسلطان بن عطلة العميري. من يقدم لنا جبار مع مقدمات الشوط وعلى المركز الأول؟ بينما ثاني الأسماء وثاني المنطلقين وثاني الحاضرين وصل موفق في هذه اللحظات، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد يا رب العالمين. موفق يا موفق، راعي الإنجازات وراعي الانطلاقات الكبيرة التي قد اعتدنا عليها في مثل هذه الأشواط. مشعل بن لاف الدبر، من يقدم لنا موفق على ثاني أسماء؟ وثالثا
هنالك سلهوم سلطان بن عطله العميري من يقدم لنا سلهوم على ثالث الاسماء، ورابعا وصل مشكور ليصل ابناء ميدان ابو العجاج ويعلقون الامال معك يا ابو نايف في هذا الشوط. من يقدم لنا مشكور؟ عطله بن ضيف الله الزمهري من يقدم لنا مشكور على ثالث الاسماء، بينما الوصول في هذه اللحظات خامسا يا مخرجنا العزيز القادم في هذه اللحظات، ولكن عودتنا الى جبار الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الى اول المنطلقين الى اول الباحثين. هنالك الصراع الكبير ما بين جبار وما بين مشكور على مقدمة الشوط على المركز الاول، ولكن مشكور اتسلل بدوره الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. يلا يا ابو نايف الانتصار وين؟ الناموس وين؟ يختار ومن يحتار من بين هذه الاسماء من بين هذه العمالقة؟ إذا متابعينا نعود ونتقدم بالشكر الكبير لك يا أبو سلطان لدعمك لرياضة الآباء والأجداد لرياضة الهجن العربية الأصيلة. إذا متابعينا نعود بحضراتكم مع مقدمة الشوط، معك يا مشكور عطله بن ضيف الله الزمهري من يقدم لنا مشكور، بينما ثاني الأسماء وصل جبار سلطان بن عطله العميري من يقدم لنا جبار على ثاني الأسماء، وثالثا من الجانب الآخر هنالك الحاضر موفق مشعل بن لاف الدبر من يقدم لنا موفق على ثالث الأسماء، ورابعا وصل في هذه اللحظات أول نداء لمشكور أيضا عطله بن ضيف الله الزمهري من يقدم لنا مشكور على رابع الأسماء، وخامسا هنالك سلهوم سلطان بن عطله العميري من يقدم لنا سلهوم، ولكن عودتنا إلى مشكور عودتنا إلى مشكور إلى مقدمة الشوط. نذكر بأننا قد انتصفنا مسافة هذا الشوط، هنالك قد تجاوزنا نصف عمر هذا الشوط، ليتبقى مثلها يا من تتابعون ويا من تشاهدون هذا الحدث الهام الكبير على أرضية هذا الميدان ميدان حقل يا من تتابعون، ولكن عودتنا إلى مشكور مشكور يا راعي مشكور مع مقدمة الشوط مع البندق يا أبو نايف. ولكن اتحركت الأسماء وصلت الأسماء، وصل موفق ووصل مشكور ووصل سلهوم وأيضا جبار، الأسماء التي قد اكتظت على مقدمة الشوط، ولكن مشكور مع أول الأسماء مع مقدمة الشوط مع المركز الأول يا راعي مشكور عطله بن ضيف الله الزمهري. يا سلام مع اول الاسماء مع اول المنطلقين من يقدم مشكور مشكور ولوحة الاثنين كيلو متر يا متابعين يا مشاهدين، الاثنين كيلو متر المتبقية من عمر هذا الشوط الفاصلة من عمر هذا الشوط.
بينما ثاني الأسماء هنالك موفق 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 مشعل بن لاف الدبر ليأتي أبو عبد الرحمن. يا أبو عبد الرحمن من يقدم لنا موفق على ثاني الأسماء على ثاني التحديات على ثاني الانطلاقات؟ مشعل مشعل يا مشعل يا بن لافي يا الدبر من يقدم لنا موفق على ثاني الأسماء؟ بينما ثالث المتقدمين وثالث الحاضرين ثالث المتواجدين القادمين من الخلف الواصلين هنالك وصل سلهوم سلطان بن عطلة العميري وأيضا وصل مشكور عطلة بن ضيف الله الزمهري ولكن مشكور مشكور آخر مع مقدمات الشوط من يحمل رقم 4 على مقدمات قديمة الشوط عطلة بن ضيف الله الزمهري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وقد نقترب من الأمتار الأخيرة من الأمتار الحاسمة والكيلومتر الأخير. يا من تتابعون ويا من تشاهدون هذا الانطلاقات الكبيرة هذه الانتفاعات المتواصلة الناموس وين والانتصار وين؟ الله يا راعي مشكور الله 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 والأمتار والمنعطف الأخير الاتجاه الصحيح بوابة العبور للأمتار الأخيرة. روح يا راعي مشكور روح يا راعي مشكور وصلت الأسماء روح يا راعي مشكور مع الأمتار الحاسمة ولكن وصل جبار. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وصل جبار سلطان بن عطلة العميري ولكن مشكور مشكور وجبار جبار ومشكور مع مقدمة الشوط ولكن جبار 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 أم عفوا مشكور مشكور يا مشكور مع مقدمة الشوط مع العرض الكبير. يا أبو نايف من يقدم لنا مشكور على مقدمة الشوط بهذا العرض الكبير بهذا العرض المميز؟ روح يا أبو نايف روح يا أبو نايف والميتين متر الأخيرة الميتين متر الحاسمة الميتين متر الأخيرة البندق والانتصار معك يا أبو نايف. إذا تهانينا والناموس نزفها من الأعماق لمالك هذا الشعار عطلة بن ضيف الله الزمهري. تهانينا لك والناموس يا أبو نايف على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما ثاني الأسماء وصل جبار أيضا قدم عرض يشكر عليه سلطان بن عطلة العميري وثالثا وصل موفق مشعل بن لافي الدبر ورابع الأسماء وصل الذيب أيضا سلطان بن عطلة العميري وخامسا وصل مشكور عطلة بن ضيف الله الزمهري. إذا تهانينا تهانينا والناموس لمالك مشكور عطلة بن ضيف الله الزمهري. تهانينا وألف مبروك لمالك مشكور على هذا الفوز والانتصار.